الشوط الأول يمكن كان فيه فرص كويسة بس يعني ما قدرناش نحرز منها. الحمد لله الشوط الثاني جازفنا شوية وقدرنا نجيب هدف ونحقق أو نكسب إن شاء الله اللي جاي أحسن. كابتن عبد الله بالتأكيد كان ليك جول كبير مسافة واحد من الجوانب، أول جول منتخبنا الوطني، كان ليك جول